ابو حاتم لبى عينك لبيت حاج الله يسعدك. شوف يا ابو حاتم انا بقول لك شيء يعني ولن استحي من اني اقوله لك. ايوه انت انسان تملك ابتسامه جميله ما شاء الله، فاسال الله ان يجعلها رفعه لك في الدنيا وفي الاخره. امين. تفضل يا ابو حاتم. امين الله يجزاك خير. امس يكلمني ابو عبد العزيز ويسولف معي، يوم خذيته قال بطلبك طلب يا ابو حاتم، قلت خير ان شاء الله لا يكون الحين يبغى السلف وانا مطفر. هاي تتسلف. قال انت مدحت المهيدب وانا يا اخويك ما مدحت، ترى تركيبه الظاهر اعداك الظاهر ابو عبد العزيز ترى تعليف من عندك. اسلم 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 اسلم، راح تعليفك طيب راح. يقول سلام يا راع الوفا طيب الفال. الله تسلم يا ابن شويش راع الجزالي، دايم وبيته للرياجيل مدهال، مع كبش يقلط وصفر الدلالي والعود الازرق دار من بين الابطال، بيت الكرم مفتوح طول الليالي، دايم وهو للطايله مضرب امثال، طيب ترى معروف فول وتالي. هذا ابو عزيز، لان ابو عبد العزيز اكسر البيت. هذا ابو عزيز طيب العم والخال، يفدون هل يجمعون الريالي، عبد الرحمن القرم يا ذرب الافعال، من لاب تنفطيب نعمه الرجال، ربعه داعين كما شمخ جبال، من الات زايد يا كرامه أسبالي، دواسر والنعم في كل الأحوال، خطلان ليدي محتمين التوالي، واسم العصا عاداتهم في واسم العصا عادات فيهم ولا زال، ورجالهم لا قال يحمل مقالي، زبن الدخيل إن شاف في الوقت الأهوال، في ظلهم يا من بتحت الظلالي. سلامتك. الله يوجهك. يستاهل ابو عبد العزيز، يستاهل والله ابو عبد العزيز. لا لا ترى تمثيليه. وفي كل خير، في كل خير. يستاهل والله. اقول ما اشوفه قال كذا. لا لا ما يعرف يمشي، ما يعرف يمشي، يجيبها مشي ابو عبد العزيز. لا لا الدواسر لا شك اهل الكرم وفي كل خير، والله يا جماعه الخير يا بلدنا هذه انها بلد عجيب. نعم الحمد لله. مو البلد هذه بل دول الخليج كلها، بل الدول العربيه. احنا لما نطلع سبحان الله عن الاطار نعجب لما نرى. نعم. الكرم والترحاب والشهامه والعلوم اللي توسع الخاطر. صحيح. والله ما نقولها مجامله، اننا ما نروح مكان الا ونلقى للطيب مكان. سبحان الله سبحان الله. يعني على اختلاف اللهجات، على اختلاف الطبائع، على اختلاف الاشخاص. الا سبحان الله تلقى. وش تقول يا ابو؟ نعم نعم. انا يعني من روحاتنا هذه جينا المنطقه جينا